انا بس احنا جديد علينا. صحيح هي جديد يعني علينا يعني. انا شفت يمكن استاذ اسامه بنت هنديه تقريبا, بنت عندها 9 سنين داخل عليها, عندها فولورز فوق ال 19 مليون وما بتعملش حاجه. انت بتطلع تقول ايه في واحد ومراته, ده قصه احمد وعفاف باين ولا والله انا ما شفتهم بس في البيت عندي, في البيت عندي مراتي وبنتي وبتاع. طب ازاي الكلام ده يتوقف يعني؟ لا بص انا عايز اقول حاجه, احنا يعني احنا كل حضرتك بتكلم دلوقتي على ايه الاول؟ مش وعفاف ليها اسم تاني. احنا كنا بنتكلم على الاعلام التقليدي ثم بنتكلم على الاعلام الحديث اللي هو يعني المواقع كمان هتختفي بالمناسبه. يعني لو حد معتقد ان المواقع ده هتستمر هتختفي, لان ما بقاش حد بيخش, انت ما بقاش تروح تخش على الموقع كموقع, انما ممكن تاخد الخبر اللي هو بينزله على وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي هي بدات كوسيله تواصل اجتماعي وليس وسيله اتصال اعلامي. انا كوسيله اتصال اعلامي زي حضرتك في التلفزيون زي الجريده, لا هو هناك في قواعد اساسا لاصدار هذه الجريده, لترخيص هذا البرنامج, لمعايير وقوانين بتحكم عملك. صحيح. يعني انت لو غلطت هنعرف نجيبك, انا لو غلطت دلوقتي هيبقى في موجود وفي عقاب يمكن ان اتعرض له لو اخطا. موجود الهيئه العليا للاعلام والكلام ده كلام محترم, يبقى في قواعد بتحكم العمل الاعلامي. انما على السوشيال ميديا فيش قواعد بتحكم, هي تحولت لوسيله اعلاميه دون ان تكون لها قواعد تحكمها. حتى في انجلترا دلوقتي لان زادت حالات الاكتئاب بسبب السوشيال ميديا والشباب او الاطفال بيقعدوا على السوشيال ميديا وحالات الانتحار, فابتدى قال لك خلاص لا احنا بقى مش هنعاقب, احنا نعاقب الوسيله. بقى من حقك دلوقتي ان انت هيحطوا قوانين او بيحاولوا يسنوا قوانين ان انت ترفع قضيه على الوسيله, لان انت لما جيت تنشر اسامه ما جاي ينشر نشر على ايه؟ نشر على الوسيله دي. فانا ربما لا استطيع ان الاحق اسامه لانه اسامه بينشر في انجلترا بيشتم حد في مصر او اسامه في قطر بيشتم حد في السعوديه فده بيحصل. فانا هسيطر عليك ازاي؟ لازم من المنبع, فبقيت من المنبع. طالما حضرتك طالما معاك الوسيله دي انت صاحب القناه دي, انت صاحب السوشيال او صاحب اليوتيوب, خلاص انا هعاقبك انت لان انت يجب ان تكون مسيطر على الوسيله اللي انت بتتعامل معاها. فكره محترمه جدا طبعا. هو زي ما بيقول هنا حاله الفوضى اللي موجوده دي هي حاله الفوضى اللي سببتها وعدم وجود تقنين للعمل الاعلامي في الوسائل. يا راجل انا مره شفت, مش عايز اتعرض لاسماء, حد طالع يتكلم في البرنامج اللي هو المؤجر لقناه الزمالك اللي هو لنادي الزمالك. هنتكلم عن قناه فواحد طالع بيتكلم, والله ما كنت اعرفه, بيتكلم عن ان هو نجم سوشيال ميديا بيدافع عن حقوق النادي الاهلي, هو مش عارف يقول كلمتين على بعض. هو تقريبا مش متعلم. وفاجئ ان هذا الرجل ده ليه زي ما انت حضرتك بتقول متابعين بالملايين. هو المهم ان هو يطلع يهاجم المستشار او هنا ده يهاجم الكابتن محمود الخطيب او ده يهاجم. الفكره ان هو بيشوف وسيله حتى لو بيطجم في الكلام, حتى هو مش متعلم. طب انت حضرتك بيجيب فلوس دلوقتي بيجيب فلوس. حضرتك ايه المعيار اللي خلى ده بقى اعلامي؟ طيب. ايه المعيار اللي خلى ده بقى اثر على الناس؟ ده كلام مهم جدا. طيب هناخد قضيه اخرى وهي قضيه بزنس الاعلام اللي بدأه الاستاذ اسامه دلوقتي بيقول قنوات. يعني ما بنتكلمش يمكن لن نقصد اهلي او زمالك طبعا كقنوات, ولكن نقصد بشكل عام دلوقتي اي واحد معاه قرشين بيروح لاي قناه يدفع لها قرشين ويطلع يتكلم, وهو مهيئ للكلام مش مهيئ, عايز يعني يفجر بعض الامور اللي هو متضايق من اكس من الناس عايز يبهدل كده. يعني نتحدث عن هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل. يا مساء الانوار.